أهلا بكم أعزائي الطلبة والطالبات في فيديو جديد من سلسلة فيديوهات شرح منهج الماس للصف الأول الإعدادي الفيرست تيرم. Today إن شاء الله we will solve exercises on lesson 1 which was entitled Geometric Concepts. Let's start. Exercise 1. In the opposite figure, A, B, C, and D are points lying on one line. الA والB والC والD مجموعة points دول lying على line واحد زي ما انت شايفه اللي هو الـ straight line ده. And الAD straight line intersected BE ray equal B. ادي الA دي straight line معمول intersection مع البE ray فين في البوينت اللي انت شايفها ايه في البوينت دي في البوينت B. بيقول لي ايه بقى complete each of the following by using belongs to doesn't belong to subset of or not a subset of. طيب خد بالك هتلاقي انت في اللي هو في الاكسرسايز في البارتس اللي هو مديها لك دي هتلاقي points يعني هنا بوينت وهنا دي هنا بوينت وسي بوينت والاي بوينت. لما باجي انا اعمل ريليشن بتوين البوينت وحاجه اكبر منها وجروب اوف بوينتس ايه هي الجروب اوف بوينتس؟ اللاين سيجمنت دي جروب اوف بوينتس، الري ده جروب اوف بوينتس، الستريت لاين ده جروب اوف بوينتس. يبقى لما اجي اعمل ريليشن بتوين جاست وان بوينت اللي هي وان اليمنت اند ا جروب اوف بوينت هختار يا اما بيلونجز تو او هختار دازنت بيلونج تو. لكن امتى هختار سبست اوف اور نوت ا سبست اوف؟ هختار التو ساينز دول لو انا بعمل ريليشن بتوين تو جروبز اوف بوينتس اللي هي ايه؟ لو بعمل ريليشن بتوين لاين سيجمنت وراي، لو بعمل ريليشن بتوين راي وستريت لاين. في الحاله دي هتشوز بتوين يا اما الساين سبست اوف او هختار نوت ا سبست اوف. طيب نيجي اول واحده بروبلم ايه؟ A dots DC ray. ادي الـ A اهي وادي الـ DC ray. الـ DC ray بيستارتس فروم الـ D والدايركشن بتاعه ايه؟ هيبقى كده، هيبقى ماشي in the direction of C. هيمر عندي بالبوينت C وهو ماشي لازم هيمر بردك بالبوينت A. بالبوينت A ده معناه ان الـ A بتلايز على الـ DC ray. يبقى معنى كده ان الـ A بتبلونجز تو الـ DC ray. يبقى هنا A belongs to DC ray. طيب بارت 2 دي دوتس اي سي لاين سيجمنت. فين الاي سي لاين سيجمنت؟ ادي الاي سي، ادي الستارتنج بوينت وادي الاند بوينت، هي دي الاي اللاين سيجمنت اي سي. طيب انت شايف الدي بعيده خالص عنها ملهاش اي علاقه بالاي سي، يبقى ده معناه ايه؟ معناه ان دي doesn't belong to الاي سي لاين سيجمنت. طيب بارت سي بارت 3 سي دوتس اي بي ستريت لاين. فين الاي بي ستريت لاين؟ كل ده الستريت لاين اهو، اي بي ستريت لاين كل ده واضح جدا ان السي اي بتلايز عليه. يبقى معنى كده ان السي بتبلونجز تو الاي بي ستريت لاين. طيب هنا اي دوتس انجل اي بي سي. فين الاي بي سي؟ ادي الاي بي سي الانجل دي، الانجل دي الاي بي سي. ايه علاقه الاي بيها؟ طبعا الاي ملهاش اي علاقه بالانجل اي بي سي، يبقى الاي doesn't belong to الانجل اي بي سي. طيب نيجي هنا دي سي لاين سيجمنت دوتس اي بي ستريت لاين. فين الدي سي لاين سيجمنت؟ اهي الحته دي لوحدها من اول هنا ادي من اول لحد الحته دي كده. طب الحته دي مالها؟ الحته دي واضح ان هي بتلايز على اللاين سيجمنت اي بي، سوري على الستريت لاين اي بي. يبقى دي از ا سبست اوف. خد بالك لسه عملت سبست اوف لان الدي سي لاين سيجمنت دي سيتس اوف بوينت. يبقى الريليشن بتوين السيت والسيت بنعمل ايه؟ از ا سبست اوف. طيب نيجي هنا البي سي دوت بي اي بي اي راي. البي سي عندي اهو، ادي البي سي لاين سيجمنت الحته دي. طب فين البي اي راي؟ البي اي راي ماشي كده الحته دي كده.
طب والبي سي فين؟ اهي. طب ليها علاقة؟ لا ملهاش اي علاقة خالص. يبقى ايه؟ is not a subset of. طب نيجي هنا البي اي ري فين هو؟ اهو. طيب والدي سي ستريت لاين فين؟ الدي سي ستريت لاين ادي الدي وادي السي، الدي هيمشي كده والسي هيمشي كده، يبقى هو هو الستريت لاين ده. ايه علاقة البي اي ري مع الدي سي ستريت لاين؟ واضح ان البي اي البي اي ري ده is a subset of الدي سي ستريت لاين. طب الاي سي لاين سيجمنت والاي دي لاين سيجمنت، ادي الاي سي وادي الاي دي، الاي سي اهي الحته دي. طب والاي دي كل الحته دي، واضح ان دي is a subset of الحته دي، يبقى الاي سي لاين سيجمنت is a subset of الاي دي لاين سيجمنت. اكسرسايز 2 mention the type of the angle whose measure is as the following. احنا خدنا قلنا ان احنا عندنا 6 types of angle، عندنا الزيرو انجل، الاكيوت انجل، الرايت انجل، والاوبتيوز انجل، والستريت انجل، والريفلكس انجل، بالايه بالترتيب كده. تعال نشوف هنا ال50 نمبر 1 ال57 ال57 دي واضح ان هي ايه، يبقى انا عندي نمبر 1 اكيوت انجل. ليه اكيوت انجل؟ لان هي greater than 0 and less than 90. يبقى احنا اول حاجه خدناها قلنا 0 انجل دي الميجر بتاعها 0، اللي بعديها على طول دي اكيوت انجل، دي انجل greater than 0 وليس than 90. طيب نمبر 2 117، ايه الانجل اللي هي 117؟ احنا خدنا ان انا عندي انجل لو الميجر بتاعها 90 بنسميها الرايت انجل. طب لو الميجر بتاعها بقى اكبر من 90، لا بقى اكبر من 90 وليس than 180 بنسميها على طول الاوبتيوز انجل. يبقى انا عندي هنا اللي هي 2 ال 117 دي اوبتيوز انجل. طيب هنا طيب عندي انجل الميجر بتاعها 90، تبقى ايه على طول؟ دي اسهل سهله جدا، دي اللي هي الرايت انجل. طيب نمبر 4 عندي انجل الميجر بتاعها 200 ديجري، طب ايه الطيب بتاعها؟ واضح ان هي الريفلكس انجل. طيب نمبر 5 عندي انجل الميجرمنت بتاعها 180، دي بقى الطيب بتاعها ايه؟ طبعا دي برضك من الحاجات السهله اللي هي ستريت انجل. طيب نمبر 6 43 ديجري اند هاف، دي مالها؟ دي انجل زي ما انت شايف دي جريتر ذان 0 وليس ذان 90، تبقى ايه؟ تمام على طول دي اكيوت انجل. طيب نمبر 7 بص بقى دي، دي هنا 179 and 62 ايه minutes. احنا خدنا ان ال 60 minute لو انا عندي ال 60 minute دي هتيكوال معايا 1 ايه 1 degree، يبقى انا لما هضيف هنا 1 degree يبقى دي اكنها 180 degree، and اللي هيتبقى من ال 60 الريميندر عندي 2 minutes just 2 minutes. يبقى انت المساله انت دخلت عليها بصيت عليها لقيت 179، طب دي less than ال 180. ممكن واحد يغلط ويقول على طول ايه دي اوبتيوز انجل على طول، لا هتبقى غلطه، لازم برضك تاخد بالك وتركز ان انت عندك المينتس عندك 62 مينتس، ال 62 مينتس دول 1 ديجري اند 2 مينتس. ال 1 ديجري هنعمل لها اديشن على 179 هيديك 180، يبقى واضح ان هي ده هي مش ستريت انجل، ده هي زادت عن ال 180 ودخلت في ايه؟ في الريفلكس. يبقى هنا 7 دي الريفلكس انجل. طيب اخر واحده 90
and 2/5 degree. طب حاصل دي هنا مالها؟ دي greater than 90. طب طالما greater than 90 وless than 180 تبقى على طول اللي هي ايه؟ obtuse angle. Exercise 3. Write the measure of the angle which complements each of the angles whose measures are as follows. هو بيقول لي انت عندك مجموعة angles، اكتب لي الميجر بتاع الانجل اللي هتعمل complement لمين؟ للانجلز دي. طيب احنا عرفنا ان في عندي complementary angles، وقلنا ان two angles are said to be complementary if their summation is 90 degrees. يعني لو عندي انجل A وانجل B بنقول ان هما complementary لو انجل A plus المجر of انجل A plus المجر of انجل B equal 90 degrees. طيب نيجي نشوف هنا problem 1. عندك انجل المجر بتاعتها 30 degrees، يبقى الكمبلمنت بتاعها ايه؟ يبقى هنقول for example هنسميها انجل A هت equal معايا 90 degrees minus 30 degrees اللي هت equal 60 degrees. طيب لو انا عندي انجل الميجر بتاعها 60 يبقى الكمبلمنت بتاعها هي equal ايه؟ تمام، هتبقى 90 degrees minus 60 اللي هي which is 30 degrees. طيب هنا لو انا عندي انجل الميجر بتاعها 48 يبقى الكومبلمنت بتاعها بيكوال ايه؟ يبقى الكومبلمنت بتاعها هيكوال 90 degrees minus ال 48 degrees اللي هي هتكوال معانا 42 degrees. طيب problem 4، لو انا عندي انجل الميجر بتاعها 22.5 الكومبلمنت بتاعها هيكوال معايا كام؟ اللي هي الانجل اللي هعملها اديشن على الانجل دي تيكوال 90. يبقى هنعمل ايه؟ هنعمل سبتراكشن من ال 90، يبقى 90 degrees minus 22.5 degrees اللي هي هتيكوال معانا 67.5. طيب problem 5، 53.1/4 الكومبلمنت بتاعها هيكوال كام؟ يبقى على طول هتقول 90 degrees minus 53.1/4 degree اللي هتكوال معانا 36.75 degrees. طيب problem 6، طيب انت عندك انجل الكومبلمنت هي اصلا الميجر بتاعها 90، يبقى الكومبلمنت هيكوال كام؟ ايه اللي هعمل له اديشن على 90 عشان يبقى 90؟ هيبقى واضح ان هي هتبقى 0 degrees. طيب نمبر 7، انجل عندي الميجر بتاعها 25.30 minutes يبقى الكومبلمنت عندي هيكوال ايه؟ يبقى هتكوال على طول هيبقى 90 degrees minus 25 degree and 30 minutes اللي هو هيكوال معانا 64 degree and 30 minutes. طيب خد بالك انت في المسألة دي وانت على الكالكوليتور شغال، وانت على الكالكوليتور هتدوس الايه؟ ال 90 الاول، وبعد كده هتدوس الماينس علامة الماينس، وبعد كده هتدوس 25، وهتدوس بعد كده الايه؟ البوتون اللي عليه علامة الايه؟ الكومز ديت، وبعد ما تدوس الكومز دي هتدوس 30، وبعد كده هتدوس على البوتون بردك ايه؟ البوتون ده تاني، وتدوس ايكوال. تمام؟ هيطلع لك الايه؟ الريزلت. لو الريزلت عندك طلع لك فراكشن اعمل بردك اف اي اوفر بي، يعني لو طلعت على الفورم اي اوفر بي دوس على الايه؟ دوس على البوتون ده هيطلع لك على طول الايه؟ المنظر ده. طيب هنا البروبلم 8، هي عندي لو عندي انجل الميجر بتاعها 0 يبقى الكومبلمنت بتاعها ايكوال ايه على طول؟ تمام، هيبقى 90 degrees
minus 0, which is 90 degrees. Exercise اللي بعد كده. Write the measure of the angle which supplements each of the angles whose measures are as follow. يعني أنا عندي angles, عندي angle, أنا عايز أشوف الانجل اللي هتعمل لها supplement. إحنا قلنا angle A and angle B are said to be supplementary angles if their summation is 180. يعني لو قلت angle A plus angle B لازم يطلعوا معايا 180. Problem 1. Angle المجر بتاعها 20. يبقى supplementary angle بتاعتها هتيكوال كام؟ هتيكوال معايا 180 degrees. هيبقى على طول minus الـ A 20 degrees. اللي هتيكوال معايا 160 degrees. طيب عندي هنا problem 2. عندي angle المجر بتاعها 90. يبقى ايه هي الانجل اللي هعمل لها اديشن عليها عشان توصل ل 180؟ طب يبقى هنعمل سبتراكشن من ال 180، يبقى هتيكوال معايا 90 ديجريز. يبقى ال 90 ديجريز السبلمنتري بتاعتها بردك 90 ديجريز. طيب بروبلم 3. الانجل 152 ايه السبلمنتري انجل بتاعتها؟ هيبقى 180 degrees minus 152 هيتيكوال معايا 28 degree. طيب problem 4. لو عندي angle 0 يبقى ال supplementary angle بتاعتها ايه؟ واضح على طول ان هي على طول ايه 180. طيب problem 5. عندي angle المجر بتاعها 92.5 يبقى ال supplementary هيبقى كام؟ تمام هيبقى 180 minus 92.5 هيكوال معايا على طول على الكالكوليتر 87.5 ديجري. طيب لو عندي انجل الميجر بتاعها 180 يبقى السبلمنتري بتاعتها ايه؟ تمام هتبقى الزيرو انجل. طيب انجل 10 لو عندي انجل الميجر بتاعتها 10 يبقى السبلمنتري بتاعتها ايه؟ تمام 180 degrees هيبقى ماينس 10 degrees اللي هتيكوال معايا 170 degrees. طيب نيجي اخر واحده. عندي انجل الميجر بتاعتها 141 degrees and 24 minutes. هنعمل زي ما هو. هيبقى 180 degrees ماينس 141 degree and 24 minutes ده هيكوال معانا من على الكالكوليتر على طول 38 degrees and 36 minutes. هنا لما هتيجي تعمل ده على الكالكوليتر هتعمل ال 180 وبعد كده هتعمل minus وبعد كده 141 وهتدوس بعد كده البوتون ده وبعد كده تقوم ايه عامل 24 وبرضك بعديها الايه البوتون ده وبعد كده هيبقى ايكوال. لو انت طلع معاك فراكشن هترجع تدوس على الايه على البوتون ايه على البوتون ده هتطلع لك على طول في الصوره ايه في الصوره دي. Exercise 5. Complete the following table. مديني انجل الميجر اوف ان انجل اي بي سي. مديني الانجل اي بي سي مجموعه قيم مجموعه فاليوز وبيقول لي الميجر بتاع الريفلكس بتاعها. احنا عارفين ان الميجر بتاع الانجل والريفلكس هي ايكوال 360 ديجريز. طيب هو هنا مديني انجل 50 ديجريز يبقى الريفلكس عندي هتيكوال كام؟ انت في كل الفاليوز دي عشان تجيب الريفلكس هتسبتراكت من ايه؟ من 360 degrees. يبقى انا عندي دي هتيكوال معايا كام؟ هنا دي كده هتيكوال 360 degrees minus ال 50 degrees اللي هتيكوال معايا 310 degrees. يبقى دي هنا 310 degrees. يبقى 310 degrees دي الريفلكس بتاعت الايه؟ بتاعت ال 50.
طيب ايه هي الانجل اللي الريفلكس بتاعها 330 degrees؟ هيبقى برضك 360 minus 330 اللي هتطلع معي ايه 30 degrees. طيب ال 105 degree دي عندي الكومبليمنت بتاعها ايكوال كام؟ دي على طول هتبقى 360 degrees minus 105 degrees اللي هي هتيكوال معانا 255 degrees. يبقى هنا دي 255 degrees. طب what about here؟ هنا فين ايه هي الانجل اللي الريفلكس بتاعها 237؟ يبقى برضو 360 degrees minus 237 degrees اللي هي هتيكوال معانا 123 degrees. طيب what about here 179 الريفلكس بتاعها كام؟ دي سهله دي واضحه ان هي 181 degrees. طيب 350 يبقى واضحه ان هي هتبقى 10 الريفلكس بتاعها 350. طيب نيجي هنا ال 115 degrees and 46 minutes دي هتبقى على طول هيبقى 360 degrees هتقول minus 150 وهتدوس بعد كده البوتون ده تمام وبعد كده هتدوس تعمل 46 وبردك الايه البوتون ده هتيكوال معانا على طول ديت 244 degrees and 14 minutes. ايه هي الانجل اللي الريفلكس بتاعها 200 degrees and 19 minutes and 30 seconds؟ هيبقى برضك نفس البروسيدور هيبقى 360 degrees هيبقى ماينس حد هنا هتعمل 200 وبعد كده هتدوس البوتون ده وبعد كده هندوس ال 19 وبعد كده هيبقى برضك تدوس البوتون ده وبعد كده ال 30 وبعد كده هتدوس الايه البوتون ده وبعد كده هتعمل ايه هتدوس ايكوال هيطلع معانا 159 degrees and 40 minutes and 30 seconds. لو طلع معاك فراكشن او طلع معاك اي حاجة دوس على البوتون ده مرة تانية هيديك الريزلت على طول. طيب نيجي اكسرسايز 6 بيقول لي complete the following. Number one the angle is ايه هو الديفينيشن عندك بتاع الانجل؟ احنا خدنا ان الديفينيشن بتاع الانجل is the union of two rays with the same starting point. اوعى تقول لي الانترسكشن اوف تو rays، لا الانترسكشن بتاع تو rays هيديك البوينت لكن اليونيون بتاع تو rays هيديك ايه؟ هيديك انجل. طيب نمبر 2 the measure of the straight angle be equal how many degrees؟ يبقى على طول 180 degrees. And the measure of zero angle equal how many degrees؟ هيبقى بردك هيبقى 0 degrees. طيب problem 3 the measure of the right angle هي equal معنا كام؟ طبعا سهلة 90 degrees. طيب هنا the acute angle is the angle whose measure is less than what؟ الacute احنا خدنا ان الacute دي greater than zero و less than 90 يبقى less than 90 degrees and more than 0 degrees. طيب problem 5 the two complementary angles are the two angles whose sum of measure is what؟ complementary يبقى ايه؟ يبقى 90 على طول. تسمع complementary يبقى 90 supplementary يبقى 180 degrees. طيب هنا بيقول لي the two supplementary angles are the two angles whose sum of measure is what؟
هيبقى 180 degrees. خد بالك الاكسرسايز ده حلو، الاكسرسايز ده بيلخص لك الايه الليسون كله يعني كده، يعني كستارت الليسون ده مهم، فالاكسرسايز ده لملك الايه لملك الليسون. نمبر 7، the two adjacent angles formed by a straight line and a ray with a starting point on this straight line r، دي اللي احنا خدناها في الليسون عامله كده، ادي عندك straight line كده وجي ري راح عمل لي كده من بوينت موجوده على الستريت لاين. يبقى التو انجلز دول الانجل دي والانجل دي عباره عن ايه؟ هيبقوا على طول الاثنين ار سبلمنتري، لازم يكون السميشن بتاعهم 180، يبقى دول ار سبلمنتري. طيب هنا if the two outer sides of two adjacent angles are perpendicular then these two adjacent angles are what؟ لو انا عندي كده دي عندي كده دي انجل A ودي انجل B، الانجل A والانجل B الاثنين دول adjacent. ليه adjacent؟ علشان ليهم common side اللي هو السايد ده، والاوتر سايدز ار اون اوبوزيت دايركشن فروم الايه فروم الكومون. طب قال لك الاثنين دول المفروض ان هم كده بيربنديكولار، التو اوتر سايدز بيربنديكولار، يعني معناه ايه؟ معناه ان السميشن بتاع الاي والبي الاثنين بيدوني 90 degrees، يبقى واضح ان الاثنين دول ايه هيبقوا complementary angles. تمام. طيب problem 9، if the two outer sides of two adjacent angles are on the same straight line then these two adjacent angles are what؟ طبعا سهلة، هيبقوا supplementary اللي هي دي بالظبط اللي هي نفس 7. طيب نمبر 10، if the two adjacent angles are supplementary لو هما الاثنين supplementary يبقى then their outer sides are what؟ ده اللي هو يعني العكس بتاع 9، يبقى هيبقى ال outer sides are on the same straight line. هو هنا بي ايه بيجيبها لك مره كده ومره كده عشان عايز ياكد على المعلومه. ايه المعلومه اللي عايز ياكد عليها؟ ان انا لو عندي تو adjacent angles والتو outer sides are on the same straight line يبقى الاثنين دول على طول بيبقوا ايه supplementary. هنا نمبر 11، if the sum of measure of two adjacent angles doesn't equal 180 يعني هما الاثنين مش على the same straight line then their outer sides are what؟ هيبقى are not on the same straight line. طيب number 12، the measure of the angle which is equivalent to two right angles، عندي two right angles يبقى الايكويفلنت بتاعهم هيكوال كام؟ هيكوال 180 degrees and it is called بتقول ده عندي ايه؟ احنا خدناها اللي هي الايه؟ اللي هي straight اللي straight angle. طيب هنا number 13، the angle whose measure is 50 complements، تسمع كلمة complement على طول يجي في دماغك ال 90، يبقى ال 50 دي بتكمبلمنتس ان انجل اوف ميجر وات؟ هيبقى واضح ان هي ال 40 لان ال 40 بلس ال 50 يديني ال 90، اند سبلمنتس ان انجل اوف ميجر وات؟ ال 50 هتسبلمنت كام؟ هتسبلمنت طبعا اللي هي ال 130 degrees. ليه؟ لان ال 130 degrees بلس
ال 50 degrees هيديني ال 180 degrees. Number 14, the angle whose measure is what complements the angle whose measure is 30. عكست لك دي مكان دي، يبقى دي طبعا اللي هي تبقى 60. ال 60 هتكمبلمنتس الايه؟ ال 30. And بتسبلمنتس the angle whose measure is what؟ يبقى اللي هي 180 minus ال 60 اللي هي هتيكوال 120. هنا the angle whose measure is what complements the angle whose measure is what مجهولة. And supplements the angle whose measure is 150. يبقى هنا هنجيب دي الأول، يبقى هنا ده 30. يبقى 30 بتسبلمنتس الانجل اوف ميجر 150. طب ال 30 دي بتكمبلمنتس ان انجل هوز ميجر از وات؟ هيبقى ال 60 على طول. هنا the acute angle بتكمبلمنتس نقط انجل اند بتسبلمنتس نقط انجل. طيب الاكيوت انجل هتكمبلمنت ايه؟ لازم اكيوت انجل زيها وبتسبلمنت وات. ينفع الاكيوت سبلمنت اكيوت؟ الاكيوت دي less than 90، يبقى انا عندي اتنين less than 90 مستحيل يوصلوا ل 180. يبقى لازم الاكيوت انجل هتكمبلمنت اكيوت انجل، ولازم هتسبلمنت مين؟ اوبتيوز انجل. طيب الزيرو انجل كومبلمنتد باي وات؟ هيبقى الرايت انجل. And supplemented by what؟ الزيرو هت supplemented by what؟ يبقى ال straight angle. اخر واحدة the right angle is complemented by right angle اللي هي 90، هيبقى complemented by كام؟ هي اصلا 90، يبقى الزيرو angle. طيب and it's supplemented by what؟ طب right angle اللي هي 90 هتوصل ازاي ل 180؟ يبقى لازم اعمل addition لانظر 90 degrees اللي هي برضك another right right angle. Exercise 7. Draw the angles whose measures are as follow showing the type of each of them. يعني اعمل drawing، ارسم ال angles ديت وقول لي الطيب بتاعهم. طب تعال نشوف الطيب بسرعة. ال 115 واضح اللي هي ايه؟ تبقى obtuse angle. طيب ال 80 اكيوت انجل، ال 195 واضح ان هي ريفلكس، ليه؟ عشان جريتر زي 180. 245 برضك ريفلكس. 180 دي اللي هي ستريت انجل. طيب لما نيجي نعمل دروينج هنرسم ازاي؟ طيب تعالى ناخد مثلا ال 115 هتعمل ايه؟ هتعمل كده، هتقوم عامل ادي اول ري. طب بعد ما تعمل الري تروح جايب البروتراكتور بتاعك وتقوم حاططها على اللاين ده كده. خد بالك، شايف الاول نقطه عندك، اول نقطه عندك في الري تخليها عندك على ايه؟ على الميدل، على السنتر بتاع البروتراكتور كده. يبقى اجيبها كده لحد هنا كده، تمام؟ طيب وبعد كده تعالى نعمل كاونتنج 0 10 20 وانت ماشي كده. عندك هنا ال 90، طيب هنا عندك ال 100 110 120. لا كده انا عديت، يبقى فين 115؟ اهي البوينت دي كده. بعد ما تحدد البوينت دي تشيل البروتراكتور بتاعك وتقوم موصل البوينت دي بالايه؟ بالبوينت دي، يبقى هو ده الري التاني. يبقى هي دي الانجل اللي هي 150. طيب تعال نشوف بردك ال 80 هتبقى كده، هتمشي بقى بالبروتراكتور تقيس ما توصلش ما تعديش ال 80. ال 195 وال 245 دول ريفلكس. تعال نشوف ترسمهم ازاي. طب تعالى نشوف ال 245 دي هتزيد معايا قد ايه على 180؟ يعني 245 degrees minus 180
هتيكوال معانا 65 ديجري. يبقى هنرسمها ازاي؟ هنرسمها كده، هتعمل اللاين ده كده عادي خالص، وتروح تجيب البروتراكتور بتاعك، المنقله بتاعتك، بس المره دي هتنقلها لتحت، هتقيس من تحت. اه هتجيبها كده، خد بالك هتحط السنتر ده، هتحطه فين؟ عند البوينت دي. اجيبها كده واحطه عند البوينت ايه؟ عند البوينت دي كده. نبتدي بعد كده بقى ايه؟ نبتدي نقيس. انت عارف ان كل ده كده 100 اند ايه؟ اند 80 ديجريز. تعال بقى نزود عليها، هنزود عليها كام؟ هنزود 65 ايه؟ ديجري. يبقى دي هنا 10 20 30 40 50 60 اهي. يبقى في الحته ايه؟ في البوينت دي. في البوينت دي. تيجي بعد كده تشيل البروتراكتور بتاعك وتوصل بتوين ايه؟ التو بوينتس دول. يبقى هي دي كلها الانجل اللي هي 245 ديجريز. يبقى انت مطلوب منك ترسم الايه؟ المجموعة الانجلز دول. انا وضحت لك بتيجي ازاي ال 115 وال 245، حاول بقى تعمل انت ايه؟ تعمل الباقي بتاع دول. Exercise 8. For each of the following angles, write the closest measure from the following. 80, 120, 240. يعني انت دلوقتي هتبص على الدروينج ده بعينيك كده، حاول تحدد الانجلز دي هتيكوال كام. طيب بص، الانجلز دي ريفلكس، الانجلز دي كلها ريفلكس. طب انت عارف ان الريفلكس لازم هتكون جريتر ذان ال 180، يبقى على طول واضح ان دي هتبقى الايه؟ ال 200 اند ايه؟ اند 40 ديجريز. طيب انا فاضل لي ال 80 وال 120. طيب بص دي واضح ان هي اكيوت قوي. طب بص دي تحس ان هي مفتوحه شويه، يعني الانجل دي جريتر ذان الايه؟ الانجل دي. يبقى على طول دي هتبقى 120 ديجريز، ودي هتبقى الايه؟ ال 80 ديجريز. ¶¶